حطي الشاي على الموز، ضاع عمرنا واحنا بناكل الموز غلط. هتحقق حلمك في ساعة، ساعة واحدة بس، وهتشوفي منها المعجزات. لكل الستات والرجالة اللي بتتفرج عليا دلوقتي، وصفة رهيبة هتغير حياتكم وهتحل مشكلتين كلنا بنعاني منهم، هتحلها في خلال ساعة واحدة بس. قولي وداعا للدكاترة، الوصفة السحرية اللي هتغير حياتكم حرفيا. بالله عليكم ما تنسوش تعملوا لايك، ونصلي على سيدنا محمد في الكومنتات، وقولوا لي بتتابعوني من اي دولة. هتبدأوا تجيبوا موزة، انا مش عايزة غير موزة واحدة بس في الوصفة، وهنبدأ نغسل الموزة كويس قوي، لان انا محتاجة الموزة ومحتاجة القشر بتاعها. اول وصفة معايا ان انا هاخد قشرة الموزة بتاعتي، وهبدأ ان انا اقطعها بالشكل ده، وطبعا لازم نكون ضامنين نظافتها، ان هي تكون نظيفة جدا وتكون مغسولة كويس قبل ما نقطعها بالشكل ده. بعد ما هنقطعها هنبدأ ان احنا ننقلها عندنا في كوباية، كوباية الشاي العادية خالص. وبعد كده هتبدأي ان انتي تحطي عليها معلقة من الشاي الاحمر، الشاي الاحمر مش الاخضر، الشاي الاحمر اللي بيقول الاول اسود يعني، وهنحطها بالشكل ده. بعد كده هننزل عليهم بمية تكون مغلية. الوصفة حلوة جدا جدا، من جمالها هتشيري الفيديو وهتقولي لكل اللي بتحبيهم عليها، ولما هتجربيها في خلال ساعة هتشوفي منها بجد نتائج رهيبة. هنبدأ ان احنا نقلب قشر الموز على الشاي بالشكل ده في الكوباية، وهنبدأ ان احنا نغطيها، هنشوف اي غطا كده، وهناخد الكوباية بتاعتي وهنبدأ ان احنا نغطيها علشان نستفاد بكل القشر الموز اللي هينزل مع الشاي. هنبدأ نغطيها مبدئيا ربع ساعة 15 دقيقة. هنبدأ بقى نعمل خطوتنا التانية، وخطوتنا التانية سهلة وبسيطة. هناخد نص حبة الموز، وهنبدأ ان احنا نهرسها بالشوكة بالشكل ده، ويفضل تكون حبة الموز طرية يعني معاكي، وهنبدأ نهرسها كويس. لو حبة الموز صغيرة هتاخدي حبة كاملة، لو كبيرة يبقى هتاخدي نص حباية من الموز، وهنبدأ ان احنا نهرسها بالشكل ده كويس جدا جدا. هما وصفتين مش وصفة واحدة، والاتنين حاجة كده تحفة، والاتنين مش للستات بس، هي تنفع كمان للرجال. هنبدأ ان احنا ننزل بحبة الموزة، نص حبة الموزة المهروسة بتاعتي بالشكل ده. بعد كده هتبدأي تحطي على الموز المهروس بتاعك معلقة واحدة بس طبعا بالمكون الاساسي بتاعي، وهو الشاي الاحمر برضو. هناخد معلقة من الشاي وهنبدأ نقلبها كويس جدا على قشرة الموزة بتاعتي، لحد ما يتقلبوا كويس ويدخلوا مع بعض كده ويتجانسوا تماما. اهم حاجة مرحلة التقليب مهمة علشان المكونات تبدأ ان هي تتقلب معاكي كويس. بعد ما قلبناهم كويس او اتأكدنا ان هما اتقلبوا، هنبدأ بقى نحط عليهم معلقة كبيرة من النشا او الكورن فلاور، وهنقلبهم ونهرسهم كده مع بعض كويس. لما هتعرفي نتائجهم وهتقومي تعمليها وتجربيها هتتفاجئي من نتائجها. بعد ما قلبناهم كويس جدا جدا واتأكدنا ان القوام معايا بقى كريمي بالشكل ده، هنبدأ بقى نحط عليهم اخر حاجة، ودي موجودة عندنا في التلاجة يعني موجودة عندنا كلنا، مش مكلفة ولا اي حاجة. والحاجة اللي احنا هنحطها مع بعض دلوقتي هنحطها على المكونين، يعني انا عايزة منك ليمونة، ليمونة بالحجم ده، ولو اكبر مش مشكلة. هنبدأ ان احنا ناخد الليمونة دي وهنقسمها لقسمين، نصين يعني. نص الليمون الاولاني هنبدأ ان احنا نعصره على الكريم بتاعنا بالشكل ده، ونص الليمون التاني هقولك تعملي بيه ايه، مش هنرميها، هنقلب كويس جدا الليمون ونخلطهم كده مع بعض. بعد كده حبايب قلبي، بعد ما خلطناهم مع بعض كويس قوي، هنبدأ بقى ناخد نص الليمون بتاعي التاني، وهنبدأ بعد ما هننقع قشر الموز مع الشاي هنبدأ ان احنا نعصر نص الليمونة التاني بعد ربع ساعة ما هتعدي بالشكل ده. بعد كده هنقلبهم كويس وهنرجع نغطي المكونات بتاعتي تاني وهنسيبها ربع ساعة كمان. هنبدأ بقى نقول الكريم ده الاول هتستخدميه في ايه. الكريم ده للرجال وللنساء، محارب للشيخوخة وضد الكلف والنمش والسواد،
من الحاجات اللي بتفتح جدا، بتشد التجاعيد، بتحارب الشيخوخة، بترجع البشرة البهتانة السمراء اللي فيها كلف وفيها تجاعيد تحت العين وفي الجبهة وكمان حوالين الفم، بتشد اي تجاعيد وبتشيل اي تصبغات جلدية. بندهن الوصفة دي نص ساعة، في خلال يومين بتلاقي نتائج منها رهيبة. هنحطها مثلا النهاردة نص ساعة، وبعدين بكرة نص ساعة. لو عندك اي كلف، اي نمش، اي تجاعيد، ضد تجاعيد وسواد الوجه. الوصفة التانية بتاعتي حبايب قلبي دي هنصفيها بعد النص ساعة ما هتعدي، هنشربها يوميا على الريق لمدة اسبوع. الوصفة دي بقى بتعمل ايه؟ كلنا بنعاني من الكرش ومن الدهون، الوصفة دي بتخسس البطن جدا، بتنزل الدهون عن طريق الاخراج، بتشد ترهلات البطن، تنفع للستات وتنفع للرجالة، ملهاش اي اثار جانبية. كمان من الحاجات اللي بتنظف المعدة من السموم ومن الدهون، وبتخلي البطن تنزل جدا. الوصفتين هتستخدموهم، واحدة يومين والتانية اسبوع، وممكن الكريم التاني دوت ممكن تستخدميه لمدة اسبوع، مش شرط يومين، بس انا قصدي انك لو هتستخدميه يومين هتلاقي منه النتائج المرضية، انما تقدري تستخدميه اسبوع مع المشروب.